السلام عليكم. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن افضل 6 طرق لربح المال من اليوتيوب الى جانب الفيديوهات. عايز بس ملحوظه كده، انا كاتب في العنوان بدون عمل فيديوهات او بدون فيديوهات او بدون الاستثمار من الفيديوهات، لا الى جانب عمل الفيديوهات. اليوتيوب سوشيال ميديا، سوشيال ميديا التواصل فيها هو عن طريق الفيديوهات، فانت لازم تكون عشان تربح من المحتوى لازم تكسب من لازم قصدي تعمل فيديوهات. مش لازم انت تربح من الفيديوهات عن طريق جوجل ادسنس او كده، لا انا بتكلم على الربح بجانب عمل الفيديوهات. اتمنى تكون النقطة دي وصلت لكم، اتمنى تكون فهمتوا الملحوظة دي، عشان الناس بس تقول انت قلت في العنوان ان انت مش هتعمل فيديوهات، لا انت اكيد لازم هتعمل فيديوهات، لكن هتكسب الى جانب الربح بتاع الفيديوهات نفسها. تمام، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، وفي الفيديو بتاع النهاردة هعلمكم افضل 6 طرق للربح من اليوتيوب الى جانب عمل فيديوهات، ونبدأ بعد الفاصل. اختصارا للوقت، عايزين بس عشان هما 6 طرق فلازم نتكلم في كل واحدة بشيء من التفصيل، هنحاول كده نختصر في الوقت. أول حاجة عندنا هي اختصار الروابط. اختصار الروابط إنك بتجيب الرابط بتاعك وتختصره في مواقع اختصار الروابط. أنا هتكلم طبعا عن أفضل المواقع وكده، فسامحوني يعني لو الفيديو طول، إن شاء الله مش هيطول. فأول حاجة اختصار الروابط هو حاجة لها عائد أكبر من الربح من اليوتيوب. ناس كتير بتستفيد من اختصار الروابط أكتر من الاستفادة من عائد أو من الربح في اليوتيوب، او في ناس اصلا داخله في اليوتيوب بحيث انك تعمل لها او تعمل لنفسها ترويج لاختصار رابط، مثلا زي فيديوهات او زي الناس اللي بتيجي مثلا تقوم فاتحه اليوتيوب عامله قناه وبتاع ومسمياها مثلا القناه دي هعمل لها قناه للكراكات، هنزل كراكات العاب مسروقه او مش مسروقه. طبعا الحوار ده سهل جدا، كنت شرحته قبل كده في القناه القديمه تقريبا، نزلته في قناه جديده هتلاقوه في الفيديوهات كده اللي في الاوائل. المهم يعني مش فاكر الصراحه كان بعنوان ايه بالظبط، ولكن الفكره كلها يعني انك بتعمل قناة على اليوتيوب وبتسميها اسم مثلا بتاع كراكات او حاجة، انا كنت سميتها سي بي واي كراكرز حاجة كده. المهم انك تنزل كراكات العاب، دي هتخليك تربح عن طريق حاجتين، عن طريق اول حاجة هي اختصار الروابط، والتانية هي تاني حاجة معانا وهي رفع الملفات، هنتكلم عليها بشيء من التفصيل بعد ما اخلص اختصار الروابط. وصلنا لمرحلة افضل مواقع لاختصار الروابط. ناس كتير قالت افضل مواقع لاختصار الروابط هو كات سي يو ار ايلز بعد ما عمل ضجة كبيرة جدا، كات يو ار ال. فاحنا هنخش على كات يو ار ال. لو جينا هنا نبص على البي اوت ريتس لجيتس يو ار ال والبي اوت ريتس لكات يو ار ال، اعتقد الاثنين قريبين جدا من بعض، الاثنين قريبين جدا من بعض. زي طبعا ما انتم عارفين موقع كات يو ار الز هو البي اوت ريتس بتاعه ممتاز للدول العربية، وده اللي مخلي الناس ماشية فيه كويس. فعلا هو ممتاز جدا الصراحة. الكويت مثلا عندك 5 دولار و8، عندك لبنان 5، وعندك العراق 5 و6، ممتاز يعني، حاجات ممتازة والله، يعني أسعار ممتازة زي ما أنت شايف. عندك كندا 7 دولار، عندك السعودية 6 و2، يعني ده حاجة ممتازة جدا جدا جدا. قطر 5 و3، عمان 5 و6، ممتاز تمام. وننزل زي ما أنت شايف يعني الدول العربية كلها 5 وأنت طالع. الإمارات 8 تمام. ايجيبت كام؟ عايزين ايجيبت. طب انت شايف مصر تقريبا مش موجودة، يبقى هتلاقيها مع البلاد التانية اللي هي all other country. كل البلاد بقى 2.8، يعني مصر من البلاد اللي 2.8، يعني انت لو الزوار بتوعك جايين من البلد انت شايف ان اكتر الزوار عندك من البلاد دي، فانت الصراحة انا بنصحك ب cut your ears. اما لو الزوار بتوعك من مصر اكتر شيء، لان مصر زي ما انتوا عارفين ان احنا في مصر احنا 100 مليون وشوية، فناس كتير قوي ممكن يكونوا اضعاف اضعاف اضعاف. مثلا ممكن مثلا يكون انا مثلا يوتيوبر مشهور يكون بيشاهدني مليون من مصر، مثلا مليون من مصر ومئة الف من جميع الدول العربية التانية. فهمت ازاي؟ فانا ده اللي قصدي عليه. زي ما انت شايف هنا بقى عندك مصر 5.3 تمام في جيتس يو ار ال، مصر 5.3، الكويت 8، الامارات 7، امريكا 7، استراليا 6.5، السعودية 5.3، فرق كبير في بعض الدول، فرق كبير في بعض الدول الأخرى بالنسبة لهنا. عندك الكويت هنا 8 وهناك أقل، عندك حاجات كتير متلخبطة يعني، هنا الكويت 5 و8. فعشان ما نطولش أكتر من كده، الاتنين دول هما أفضل موقعين ممكن تستخدمهم في اختصار الروابط للدول العربية، أفضل موقعين. أما بالنسبة للدول الأجنبية ففي كتيرة جدا كتير جدا 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 ممكن تستخدمهم، منهم زي لينك دوت تي ال أو أكتر من موقع ممكن تستخدمهم. ممكن تشوف
مواقع تانية يعني كنت شرحتها، وممكن تستخدم برضو المواقع دي، لأن 7 دولار للولايات المتحدة أو 6 دولار لأستراليا ده ممتاز برضو مش وحش. الطريقة التانية معانا النهاردة هي عن طريق رفع الملفات. زي ما أنا قلت لكم اللي بيعمل قناة على اليوتيوب لازم يستخدم حاجة اسمها اختصار روابط وحاجة اسمها رفع ملفات. رفع الملفات ممتاز جدا أو مهم جدا، مش ممتاز لا ده مهم جدا أكتر كمان من اختصار الروابط، لأن رفع الملفات كل 1000 بيبقى برقم كبير مش ضعيف، وطبعا على حسب الدولة ولكن بيبقى برقم كبير، يعني ممكن مثلا توصل لكل 1000 مثلا ب 12 دولار، كل 1000 ب 20 دولار في مواقع زي ابلود اوشن. ابلود اوشن للدول الاجنبيه في امريكا تقريبا كان ب 25 دولار وب 20 دولار كل 1000 بس، تمام؟ فانت بحاجه بسيطه خالص ممكن توصل لمبالغ كبيره جدا. بشرحك مثلا لو انت مثلا قناه يوتيوب لسه جديده ممكن تشرح مثلا فيديو ناس تكون عاوزاه وتحط مثلا رابط برنامج او حاجه، فشوف مثلا شافك 100 ألف ولا حاجة، وال100 ألف مثلا قول 50 ألف حمله من أمريكا ورفع على أبلود أوشن، كل 1000 من دول هيديك 20 دولار. 20 دولار في 50 برقم ممتاز، تمام يا شباب؟ فأنا بقول لك يعني إن الربح من الإنترنت مش صعب، أو الربح من اليوتيوب مش صعب، واليوتيوب منصة ممتازة جدا إنك ممكن تحقق فيها ربح كبير جدا 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 إن شاء الله، تمام؟ فرفع الملفات عشان ما نطولش في النقطة دي، رفع الملفات هو حاجة ممتازة جدا زي اختصار الروابط، وممكن أفضل كمان من اختصار الروابط. الممتاز في اختصار الروابط إنك ممكن تعمل تكرار لاختصار الروابط، أما رفع الملفات بيرفض كده. أفضل موقع لرفع الملفات في الدول العربية هو فايل أبلود أو أبلود فور إيفر، الاتنين كويسين جدا، الاتنين ممتازين، الاتنين يعني تقريبا قريبين من بعض، ولكن هو فايل أبلود هو أفضل تقريبا، تمام. تاني حاجة هو رفع الملفات للدول الأجنبية، أبلود أوشن مازال المتصدر لحد دلوقتي. فرفع الملفات شيء ممتاز، اتمنى انك تستخدموا رفع الملفات بشكل قريب او بشكل ممتاز. بزعل قوي لما الناس اللي على اليوتيوب بتستخدم ميديا فاير، يا جماعه والله رفع الملفات اللي هو بتاع ابلود بتاع فايل ابلود او اب فور ايفر هيكسبك فلوس. تاني حاجه ان ما فيهوش اعلانات كتير زي ما انت متخيل يعني، تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من تاني حاجه معانا النهارده، نخش على اللي بعدها. تالت حاجه ورابع حاجه معانا هو مش متصلين ببعض ولكن قريبين من بعض، عشان كده نشرحهم مع بعض. اول حاجه عندك هي الاعلان لمنتجاتك. الاعلان لمنتجاتك لما يكون انت عندك منتجات وعايز تعلن عنها، الغرض من الاعلان على المنتجات الخاصه بيك انت مش الغرض انك تبيعها، او ممكن الغرض يكون انك تبيعها لكن تبيعها لنفسك مش افلييه، لان النقطه الرابعه معانا واللي هي بعد النقطه بتاعت الاعلان لمنتجاتك هي الافلييه، تمام. فانت الاعلان لمنتجاتك حاجه ليك خاصه بيك انت، انت ممكن تعلن عن المنتجات بتاعتك انت بحيث انك يا اما عايز تبيع يا اما عايز تشهر الاشهار، او انك تكسب فلوس عن طريق البيع. لو اتشهرت فهي كده كده هتتباع او كده كده هيبقى عليها طلب، تمام. اما البيع لمنتجات الاخرين اللي هو الافلييه ده حاجه ثانيه، حاجه ان انت بتاخد عموله على البيع. فانت الحاجه الاولى والمهمه عندك هي انك تبيع المنتج دون، وده طبعا اليوتيوب هيفيدك بالطريقه دي، هيفيدك اليوتيوب بشكل كبير جدا بانك ممكن توريهم المنتج وهما يشتروا منك، او ممكن تحط رابط الاحاله بتاعتك او الرابط الريفرال بتاعك وتخليهم هما يشتركوا او يشتروا عن من خلال الرابط بتاعك، وانت بتاخد العموله بتاعتك الشرعيه بيكون مثلا 5% 6%، في بلاد كتير جدا بتعملها 1% و2%، في شركات بتوصل ل 6 و7 و8 و10%، فانت اختار الافضل ليك. انا مش هسيب لك حاجه معينه عشان تختار منها، ولكن افضل موقع الافلييه ممكن تختار موقع خمسات بيعمل افلييه كويس جدا، ممكن تختار موقع امازون، ممكن تختار مواقع مشهوره، تختار سوق دوت كوم بيديك 1%، ولكن سوق دوت كوم لو انت في مصر فبيبقى اضمن كده يعني يا شباب. فانت يعني هي انت بتختارها بعوامل، مش انك تاخد كام في المية لا، انت عوامل انك ازاي تاخد الفلوس كده. في مواقع مثلا ممكن ما تديكش فلوس، ممكن تديك منتجات، تمام. فانا هسيب لك رابط اسفل الفيديو تختار فيها اللي انت عاوزه. يبقى في فرق بين الاعلان لمنتجاتك وبيع منتجات الاخرين اللي هو الافلييه. الاعلان لمنتجاتك هي دي حاجه خاصه بيك انت، انت هدفك الاول والاخير هو الاشهار. اما بيع منتجات الاخرين فهو هدفك الاول هو البيع، هدفك الاول والاخير هو البيع، انك هتبيع المنتج او اللي همك انه يتباع. اما انت ممكن مثلا عايز تشهر المنتج بتاعك بس اللي هو الاعلان لمنتجاتك انت تشهرها بس، عايز تشهرها وخلاص، اما البيع هو اللي هتبيع عشان تاخد انت الكام في المية اللي انت عاوزهم. اتمنى من كل قلبي تكونوا وصلت لكم النقطة دي لانها مهمة جدا. يبقى احنا كده قلنا 4 حاجات لحد دلوقتي مهمين جدا، واليوتيوب هيفيدك بيهم بشكل كبير جدا انك يكون عندك قناة يوتيوب. الحاجة الخامسة معانا النهاردة هي الحصول على المنتجات لعمل مراجعة لها. طبعا كنت اتكلمت بشيء من التفصيل في فيديو من الفيديوهات انك ازاي تكلم الشركات وازاي يبقى يبعتوا لك منتجات حتى وقناة اليوتيوب بتاعتك ضعيفة، حتى لو ما عندكش موقع كويس
او حاجه، ولكن اهو زي ما انت شايف في الفيديو ده استراتيجيه جميله جدا. ممكن هسيبها لك اسفل الفيديو وتشوف الفيديو ده براحتك، تبقى هواتف شواحن حاجات كتير كده، انت ممكن تشوف اللي انت عاوزه. تمام، هما على فكره في الغالب بيوافقوا، ما تقلقوش يعني، انا لسه بكلم الشركات ولكن في الغالب بيوافقوا. انا بقالي شهر اهو نشر الفيديو ده وكلمتهم، وشركات كتير كلمتني ووافقت، وشركات كتير لسه بتشوف، وشركات لسه بتراجع الموقع، ولكن يعني ما تقلقوش يعني، ان شاء الله هيبعتوهم قريب. تمام يا شباب، وان شاء الله يعني هنعمل حاجه زي بلاي ليست كده، هنعمل فيها مراجعه للهاتف. فزي ما قلت لك هتخش على الفيديو ده هتفهم الموضوع ده بالتفصيل، ازاي تحصل على منتجات مجانيه لعمل مراجعه لها. ده يفيدك طبعا انك ممكن يا اما تستخدم منتجات تديها هدايا، تبيعها، تعمل اللي انت عايزه. طبعا منتجات تبقى صينيه، بيبقى طبعا مش صينيه معناها ان هي وحشه، لا، تبقى صينيه، تبقى ممتازه جدا جدا جدا، ممكن اي حد يستخدمها، ممكن انت نفسك تستخدمها. تمام، على فكره انت ممكن تتكلم بهواوي تاخد منها هواتف، ممكن تتكلم لينوفو، ممكن تتكلم سامسونج، حتى ممكن تكلم اي شركه وتاخد منها الهواتف اللي انت عاوزها. يعني ما بتقتصرش على الشركات الضعيفه او الشركات القديمه، لكن ده كله بيعتمد على قوه القناه بتاعتك على اليوتيوب، او قوه الموقع بتاعك، او ترتيب اليكسا بالتحديد يعني. تمام، اتمنى انكم تستفيدوا من الفيديو ده، ونخش على اخر حاجه معانا النهارده، وهي build your brand. تمام، build your brand يعني ايه؟ build your brand يعني اصنع علامه تجاريه لنفسك، او ابني علامه تجاريه لنفسك. طب ليه انا هبني ليه علامه تجاريه، وازاي هبني علامه تجاريه؟ ليه؟ بسبب ان هتبقى انت مشهور بالعلامه التجاريه دي. هبقى انا مشهور يعني ايه؟ هبقى انا لما حد مثلا يقول لك ايه قناه مستر بومتك دي، ايه القناه دي، انا مش فاهم حاجه، طيب قول له ابحث في اليوتيوب عن اسم القناه دي، هتلاقيها هي اول حاجه، تخش هتلاقي فيديوهاته، وهتلاقي بيتكلم عن نفسه، وهتلاقي بيتكلم عن كذا وكذا 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 وكذا، وهتلاقي حاطط هنا غلاف، وهتلاقي كذا وكذا كذا كذا، وعامل سبسكرايب بقى للقناه. تمام، فزي ما قلت لكم لازم يكون ليك علامه تجاريه خاصه بيك انت، لازم يكون علامه تجاريه خاصه بيك انت. مثلا مش انك تكتب مثلا مستر بومديك 2 او 3 او 4، طيب ما كده برضو انت ما عملتش علامه تجاريه لنفسك. تمام، دي كده مش علامه تجاريه لنفسك. تمام، لو كتبنا مثلا ماتريكس 218 برضو دي مش علامه تجاريه. تمام، في ماتريكس 219، تمام، ودي قناه، دي براند مستر بومتيك، دي قناه براند. تمام، زي تكنولوجي كريم مثلا، ده الاسم ده، شايف الاسم ده، ده برضو براند. تمام، قنوات كتيره جدا، لان لو كتبت اسمه هتلاقيه هو اول واحد، مش عشان هو في محركات البحث. تمام، ويعني خلاص بقى قديم بقى في محركات البحث وعنده صداقة يعني محركات البحث، لا، عشان هو براند، الاسم بتاعه براند. تمام، براند يعني فريد من نوعه. فزي ما قلت لك لازم يكون عندك اسم براند خاص بيك انت، خاص بيك انت بس، محدش غيرك عامله في اليوتيوب ولا حتى في جوجل. انا اكتر مشاهدات عندي في اليوتيوب هي من جوجل على فكرة، اكتر مشاهداتي في اليوتيوب هي من جوجل، مش من محرك البحث يوتيوب، لا، من محرك البحث جوجل. تمام، وده مهم جدا على فكره، اكتر حتى من اليوتيوب، لان الناس لما بتيجي تدور على حاجه بتدور في جوجل قبل ما تدور في اليوتيوب. انا فيديوهاتي بتظهر في البدايه في جوجل. تمام يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا النقطه بتاعه بيلد يور براند، او اصنع لنفسك علامه تجاريه. كان اليوتيوب عمل دوره لازاي تصنع لنفسك علامه تجاريه. طبعا ازاي تصنع لنفسك علامه تجاريه، فانت بتدور على اسم تجاري يكون كويس، بتدور على لوجو يكون محترم عشان الناس تعرفك باللوجو. لو ليك في تصميم الثامبنيلز فانت ممكن تعمل ثامبنيل بشكل معين، بحيث يبقى انت اي حد يشوف فيديوهات على اليوتيوب لا يقول لا ده الفيديو ده بتاع مستر بومتك، الفيديو ده انا عارفه، ده بتاع مستر بومتك، الثامبنيل دي شكلها انا عارفها. تمام، فانت لو ليك في الطرق دي فاعتقد انها هتبقى افضل انك تستخدمها. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده من قناه مستر بومتك. اتمنى لو عجبك الفيديو تضغط لايك للفيديو ده، وسبسكرايب للقناه. الفيديو ده لو وصل ل 40 لايك، بس 40 لايك، طبعا انا هسيب الفيديو ده، مش هقول مده معينه، لا، على طول الفيديو ده، اصلا بيشوفني ناس 200 و300 و400 ومحدش بيعمل لايكات غير 50 40 30. تمام، فالفيديو ده يا رب يعني يعدي في مشاهدات ويجيب مشاهدات كويسه باذن الله، هحاول اجتهد في الكيوردز ويجيب مشاهدات كويسه. فيا ريت الفيديو ده لو جاب 40 لايك على طول في مثلا اول اسبوع مثلا، او اول 3 4 ايام، هعمل جزء ثاني على طول مباشره في حلقه الجمعه الجايه، او حلقه الاربعاء مثلا، ممكن اعمل فيديو او جزء تاني على طول مباشرة بافكار جديدة باذن الله تعجبكم، وافكار محدش يعرفها ان شاء الله، وتعجبكم باذن الله للربح من اليوتيوب بدون فيديوهات او الى جانب الفيديوهات. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، مرة تانية الفيديو لو عجبك لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة،
وما تنساش تعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.